يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال وحياة النبي، هل هذا حلف بغير الله؟ نعم، لأن حياة النبي مخلوقة، حياة النبي مخلوقة، ولا يجوز الحلف بالمخلوق. أما قوله تعالى لعمرك، هل خاص بالله جل وعلا يقسم بما شاء. لعمرك أي حياتك، حياة الرسول، أقسم الله بحياة الرسول، ونحن لا نقسم إلا بالله عز وجل. نعم.